يا اختي كاين واحد المشاكل كثيره، ربما السيد اللي هو مسؤول على العباديه هبط منه واحد الهيب من الجهه التحليليه، كاين واحد الضغط ربما هو على كلام ديالو بان كاين الضغط ديال بعض الاساتذه ديال النقابات، هادشي ربما لا هادشي ما تيقدرش الانسان اللي باش يخدم هذيك الضغط ديال الاساتذه، ما عرفتش ديال الساكنه كان داخل على ذاك الطفل باش يتفرج، ولكن بعد ما تدخل مع الحوار والنقاش تصبر ربما واش نقولوا ان النقاش عنده القوه باش يقوم العمل ديالو، ولكن القوه ديال الاسد اكثر منه ما بقاش، حنا ماشي كنا حنا اللي هي عندنا استفسار ما كانش تكون كتعرف استفسارات على الكلام هذا هي مقدار مهم جدا هو ذاك الفصل في الصليب ديال التلامذة في 32 اللي ربما كان كاين رجال السلطة راه ما تلقاش مع بعض الاخوان المستقبل حتى عند السيدي المدير السيدي المدير ممكن يعطي الكلمة الأولى غادي تكون قوية ولكن حتى المفاجئ أنني أنا ما عندناش الضغط في هذا الشيء ديال الصليب هذا هو اللي نقد الوضوح الصراحة الوضوح الصراحة الآن مشكل كبير مع التلاميذ هذا، التلاميذ يعانون من الهشاشه،
وصار عايز احنا المقاربة الاجتماعية يعني دريمز كيلي بغض تكون بالمؤدب كيلي مطلقة كيلي سلحوا فيه وليدة والبداري غير طول عرضة ضيعة مرحش الديرة صغيرة ويكون مجهمين إذا نحن نضعيه المقاربة الاجتماعية للميدة وما نضيعوش وما نصدوش التعليم سبيل بعد المديرين لما تيفضوا أنهم يرجعوهم فمثلا في أبو العباس الستيرة كاين أساسينا نقولوا وتحمل مسؤولية هذا كيف أن العنصرية السادات الأساتذة في أهل الفاس ما تيحملوش الناس تفاجئهم وتيديروا مرضى أنا متفاجئ أنا مع عدو يبوش يقرروا أمير بوش هذا مشكل الطرف في حتى في أبو العباس الستيرة اللوم اللوم الأساسية هما تيسيروا المهم هما مع هذه الشخصية اللي هما الأساس هما تيديروا بحيث تمشي مع ستة أقصر ستة النائبة حنا مثلا ستة ولا النائبة تجي عندنا إذا بغات قالت لنا مؤسسة حنا النائبة إذا بغات تجي عندنا حنا مثلا الصيف ديالها أنا أقول لها وتحمل مسؤوليتي وفي قاسي هذا هو سبب أن نكره أنهم الإنسان راه عليه فقط الصواب لأنه لازم بخير من المشكلة واش كاين شي حاجة باش نردو البيضة أو 22 تلميذ اللي يعني المصير ديالهم هو الشارع وغادي يكونوا يمكن مجرمين ومستقبل هكا ولا في هذا الدابا وكنا عند السيد المدير على اساس اننا نشوفوا الحله ديال الوليدات انا قائد ديال المنطقه لقينا الباب مسدود جاو الناس العائلات ديال هاد الوليدات 22 تلميذ طلعنا معاهم النيابه اللي لقينا الباب مسدود طلعنا النيابه على اساس نلقاو الحل ديالهم عند السيده النائبه المدير سمعنا باننا حنا طلعنا مع الناس تما طلع عندي تان تما بحيث انا وسي حسن وطلع عندنا تان تما وقال لنا غادي يعقد واحد مجلس قسم واحد اخر وغادي نشوفوا الحل ديال الوليدات منين ولي هبطنا مع الناس اللي داروا الفوضى ورسوا الجاج رجعوا يقراوا والناس اللي حنا هبطناهم وكرميناهم وهبطناهم قلنا لهم غنلقى لكم الحل لحقاش هذا واحد ديال السيد المدير قال لك انا غنلقى لكم الحل ديال ما رجع حتى واحد يقرا فيهم كنا حنا متورطين مع هاد الناس كنتمنى من الله ان تلقى الحل هاد الوليدات اقرب وقت وهاد الاساسي داز حنا قلنا له ما كاينش كسرنا شي عطيناهم ضمانات لهاد المدير ولا هاد الاساسي قلنا له حنا خليهم يصير حنا نلاحظوا على العاتق ديالنا اننا نسنيو التزامات ولو كتابة على هاد الوليدات اللي دا ماشي اللي دار شي حاجه الا بغيت نوفر شي حاجه في وسط القسم حنا نجيو نخرجوه من المؤسسه داك الساعه نقولوا درنا اللي عليه اذا ربما سي محمد يرد على الجواب على الاسئله بكل صراحه ما كنتسنى الصراحه تكون الصراحه المعاناه اللي كيعانيو من اجل المساهمه ومساعده المدرسه لان المدرسه تتكلم عن الهضم المدرسي الدولة والوزارة كلها في حال يكون هذا المدرسة حقيقة يمكن يقول لك جماعة مشهور ولا الدم ديال هاد التلاميذ لأنه تواجدوا واحد الجماعة اللي كتكون واحد الحي اجتماعي وهش واش ذنبهم هما اللي كانوا الوالدين ديالهم واحد المستوى اللي ما باغيينش اذا اظن اذا كان واحد 22 تلميذ اللي مازال دابا وقيتو عندهم الرباط باش يرجعوا راه الوزاره والنيابه والمدارس والمديرين راه هما الاول اللي خصهم يستجيبوا سيدي غادي واحد النقطة هاد الوليدات أقسم بالله إلا جاو كاينين واحد أربعة ديال الوليدات جاو على أساس أنهم بغينا شعر شتي دابا تصدقوا ديالكم كلهم راه عرفوا
سيدي اللي غير فاش قصد عليها الاولى الموسمية غير فاس اول عمل قامت به وهو محاربة الزبونية على مستوى الشيعات هي نقطة أساسية بحيث شيء جميع التلاميذ طريقة ديمقراطية وطريقة معقولة وقاش من كلش الشاب إذا كان طريقة هذا لأن واحد من المؤسسة مثلا اللي 45 مؤسسة مجاورة 30 باش نخلقوا واحد التوازن بين المؤسسات هذه طريقة تنحرج ولكن إذا كانت الإمكانية تجي أو إعادة تجي فالحق مشروع ونحن نصرف على تطبيق الشرع على سبيل المشروعية على طريقة إذا كان مش في مدرسة مثلا الآن مش مشاري الناس تقول تجي يا أما أما ندخلوا رسميا رسميا باش نحاولوا نرشحوا مثلا تبني صغيرة قانوني شكون واضح المؤسسة الحمد لله مختلفة هذا مؤشر ايجابي والطريقه المديرين ما غاديش تسليهم واضح ما غاديش تسليهم لان العمليه ما بداوش ما بغيتش تكرر وهذا هذا المشكله ديال الكورونا الوسيله التي نفهمها هو هذه الامانه وحنا غادي نحاول نجيب معنا نديرو جدل ما هو المطلوب منا ولكن راه عملوا الوسيله دائما ما هو الشعارات ديال سيف المواطن لان والاستاذ المصطفى نحاول نعملوا على الامانه لان العمليه اذا كانت تسجيلات ولا كان شغل ولا كان شهاده الان ندخلوا رسميا بتسجيل او اعاده تسجيل الكليات هذا تشجيع هذه نقطه ايجابيه بالنسبه للمشكل ديال التلاميذ المفصولين حقيقه كان واحد من الكلام المهم هذا كان التلاميذ المفصولين هو تعطي الاعتبار المجلس القسمي انا سندير واحد الاشراف كيف سنعطي الصلاحيه المجلس القسم لان هو اللي عاش مجموعة من الأجيال ولكن خلي المجال تسحبني أنا ما عنديش مشكلة باش جميع التلاميذ ما عنديش مشكلة بالعكس الإدارة التسحبية ديالها جميع التسحبية في التلاميذ ما عندها حتى شي مانع نهائي هذا حتى بالنسبة للإدارة حتى رسمي على راه هذه الإشكال باش أنتم تتعلموا مجموعة من الأجيال تتوصلوا النظام حاولنا ما عندنا باش نعطيو تعليمات بعض المرات طريقة مباشرة بعض المرات غير مباشرة باش على الأقل كل ما كانت الإمكانية ما فيهاش في المجال ما عندهاش مشكل إلا كان المرحلة الأولى الأسرة كانت الإمكانية هذا ولكن إلا كان عندك حالة ميؤوسة واللي مباراة تعثرنا الأوراق على مستوى العملية التقنية التعليمية فالحالة تتحاول نحن قلنا كما لكن إلا كان شي حاجة ولكن هذا الموضوع غادي نحاولوا نناقشوا مع السي بنات وبشرة كما نقول هو العدد ماش وهذا الشيء غادي يدير السكينة فاش نشوف أولاً إعادة المفصولين وليس بلغهم ديالهم 30 كلمة إذن غادي نحاولوا نكملوا لجنة باش نتاسبوا أو شي حاجة باش ما تبقاش غادي نخرجوا نبلغوا هذا الشيء بالكامل ونشوفوا حسب الممكن كيفاش يصير المعالجة هذا الشيء ونحاولوا إذا كانت بإمكاننا نحاولوا هو مع الأساتذة ونحاولوا نخلقوا أكيد أنت مشكل هادشي اللي غير كان خارج الخارج ما عندهاش مشكل ما عندهاش مشكل ولكن من الغرض الاستاذ من الغرض المديري الا كان لا شك بالنسبه للغايه هذا الاستاذ ياسين المدير مع الاستاذ راه المدير سيدنا كتقول لك انا باغي مدير قوي مدير يكون مدير في حياته ويتير الجمعيات ويتير الاكاديميه ويتير الوزاره هذا ممكن الكاميلات تكون مسموعه ما يكونش هناك شخص سلطه لكن يكون مدير حكيم واللي يكون الصوت ديالو باغي قلت الان لو تصور يا سيدي النائب